كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. نحن نطالب بضرورة رحيل أخ نوش لأن أخ نوش يهدد الاستقرار ديال هذه البلاد. يهدد الاستقرار وباين في قانون الميزانية الحالي الذي يناقش هذه الأيام في البرلمان، عطاء إعفاءات وامتيازات خطيرة لشركات المحروقات، وعطى امتيازات لأصحاب الثروة اللي كنا كننتظروا أن يتم تضريبهم، وفرض ضرائب على الثروة عليهم تعطتهم امتيازات وإعفاءات، وعلى رأسها الشركات ديال عزيز أخ نوش. في حين ملي تعطاتهم هاد الامتيازات والإعفاءات، خوات الميزانية قالوا منين غنجيبوا هاد الفلوس اللي نقصات؟ غادي يجيبوها من طرف المهنيين، من عند لي كونطابل، من عند العدول، من عند المحاسبين، من عند المهندسين، من عند الأطباء، من عند المحامون، باش داك الطبقة المتوسطة اللي باقا شوية غادي يكشطوها ويهبطوها للطبقة الفقيرة والمعدمة، باش الأغنياء أصدقاء أخ نوش اللي مقبلين الاحتكار الاقتصادي هما اللي يبقاو أغنياء، ويتحول المغرب إلى طبقتين، طبقة الأغنياء فيها 1000 عائلة، وطبقة فقيرة معدمة خدامة غار على الدعم، كتنتظر الدعم ديال آخر شهر اللي غادي تقطر ليها به الحكومة بدوافع سياسية. الدعم اللي كيعطيه رئيس الحكومة راه كيعطيه القفاف الآن، كتوسع القفاف في المغرب، ولكن فقط اللي كيعلن الولاء ديالو لحزب التجمع الوطني الأحرار، واللي كيتعهد على أنه غادي يبقى يصوت على حزب التجمع الوطني الأحرار. لهذا فهذا الدعم المباشر هو دعم لشراء الولاءات ومؤسسات جود اللي واخده الفلوس اللي كيشيطوا من السرقة والنهب ديال قطاع المحروقات، كتوزع القفاف على الناس بولاءات سياسية ديال التجمع الوطني الأحرار. لهذا سعادة وزير الداخلية أرجوك أن تقوم بمسؤوليتك كاملة في البحث والتحرير لوقف هذا الدعم وهذا القفة، لأنها موجهة لشراء ولاءات، وهذا الشيء كيهدد الديمقراطية المغربية. سيد عزيز أخ نوش وحزب التجمع الوطني الأحرار خدامين كيشريو في الأحزاب السياسية، وكيشريو المجالس الوطنية ديال الأحزاب السياسية باش يتحكموا في القيادات كما بغاو، وكيشريو النقابات، وكيشريو مؤسسات إعلامية باش حتى واحد ما يهضر باستثناء هذه الحاضرة ليه، وكيشريو حتى مؤسسات إعلامية رسمية